ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وفيديو النهاردة غريب جدا، لان انا اول ما ابتديت تصوير كان التصوير كله رايح في حتة معينة ودماغي وفكري في حتة معينة اوصلها في الفيديو ده، وبعدين لما صورت حسيت انه لا الفيديو لايق اكتر على العرايس. هقول لكم على غلطه ما تقعوش فيها انا عملتها ساعه ما كنت بجهز يعني اللبس وكده في جهازي، فهقول لكم على حاجه ما تعملهاش وتختاروا لبس البيت مثلا ممكن يكون ستايله عامل ازاي. وبعدين حبيت كمان لو في بنوته بتشوفني ان هي تستفاد، حتى لو مش عروسه تستفاد، فهقول لك على قطعه واحده بس لو في دلابك هتحللك اطقم كتير جدا، هتخليها من طقم عادي لطقم شيك، من طقم عادي ممكن اي حد يلبسه لطقم محجبات. قطعة واحدة بس انا المرة دي اخترت حاجات من موقع شي ان زي كل مرة بختار فيها، وطبعا هسيب لكم لينك كل القطع اللي انا هتكلم عليها النهاردة دي في الديسكريبشن بوكس عشان لو حابين تطلبوا زيها تشوفوا بقى المقاسات والاسعار والكلام ده كله، فهبقى اسيبها لكم. هسيب لكم كمان كود خصم لما تدخلوه تستخدموه، نزلوا بس الابليكيشن الاول على الموبايل واختاروا، وانتوا بتدخلوا كود الخصم في الاخر خالص بعد ما تطلبوا الاوردر بتاعكم هيدخل معاكم وهيديكوا خصم على اي حاجه هتختاروها. طيب خلينا نبتدي، انا هقول لكم برده في كام حاجه ما عجبتنيش، هقول لكم ان انتوا تاخدوا بالكم منها عشان ايه يعني ما تجيبوهاش وخلاص، بس دي في اخر الفيديو عشان ملهاش اصلا علاقه باللي احنا هنتكلم فيه. بالنسبه للعرايس، انا زيكم كبنت محجبه اول ما فكرت اجيب ايه في جهازي فكرت ان انا اجيب الحاجات اللي انا مش عارفه البسها بره، خاصه ان انا ساعه ما جيت اتجوزت ما كنتش بقى بلبس بناطيل خالص ولا جنسات ولا اي حاجه، فكنت عايزه بقى انطلق في البيت، فجبت بتاع 6-7 جنسات كده مره واحده، وجبت لبس اللي هو ايه عارفين بقى اللبس الشيك قوي اللي هو انا لو شايفه نفسي هخرج بقى وانا مش محجبه هخرج بلبس كده ستايله عامل كده، فجبت بقى حاجات ايه. المهم ان انا ما كنتش بركز خالص في نقطه الماتيريال بتاعه الحاجه دي. عايزه اقول لكم الجنسات دي انا لسه عندي لحظه واحده دول ما تبقى منهم، وعايزه اقول لكم مثلا في السبعه ما لبستش غير واحد او اتنين اللي هما ممكن دول مره او مرتين بالكتير، مرتين بالكتير، والباقي خلاص اصلا طلع من غير حتى ما البسه ولا مره واحده. ليه بقى؟ لان انت في البيت تمام وعايزه تشيكي وتلبسي وكده، بس هيبقى صعب قوي ان انت يعني تلبسي جينز في البيت، الواحد بيبقى عايز على قد ما يقدر ان هو ياخد راحته وهو في البيت. فتخيلي انت قاعده لابسه جينز، ايه يعني ايه الفرهده دي؟ ايه التكتيفه دي؟ تيجي بقى تدخلي التويلت، تيجي تنضفي، توطي عشان تعملي حاجه، بتطبخي، بتعملي اي حاجه، ما حسيتهاش ان هي عمليه، وحسيت ان هي خانقاني وببقى متقيده جدا وانا لابساها. فكنت بلبسه قليل قوي، اللي هو بقول لكم البنطلون الواحد مثلا في 5 سنين لبس مره او مرتين، والباقي طلعته من كتر ما هو مركون في الدولاب وبطلعه ومش بستخدمه خالص يعني. فاهم حاجه تركزي عليها ان انت تجيبي حاجات شكلها حلو حتى لو كان لبس خروج، بس تكون مريحه في اللبس. يعني في دريسات كده بتبقى بقى ايه كات وقصيره وشكلها شيك وكيوت وحلوه، بس ما ينفعش تلبس غير في البيت لو انت محجبه. ممكن تجيبي حاجه ستايل زي كده، وانا جبت من كده وظبط معايا جدا، بس تبقى الماتيريال بتاعتها حلو. وفي نفس الوقت لو انت مثلا هتجيبي بيجامات او الحاجات دي بيبقى شكلها شيك جدا جدا في اللبس، وفي نفس الوقت مريح يعني كلها اقطان. انا المفروض كنت قاعده اصلا عماله اغير واصور لكم الحاجات دي وانا لابساها، بس زي ما بقول لكم انا كان دماغي ماشيه في حته وانا بصور الفيديو ده وراحت في حته تانية، لان انا حسيت الحاجات مش هتبقى احلى حاجه عليا، هبقى ظلماها بصراحه يعني لما البسها. فقلت خلاص طب ليه ما اطلعش اكلمكم عنهم كده. انا جايبه حوالي 5 بيجامات كلهم اقطان، انا جايباهم بكم لهدف معين في دماغي ان انا عايزاهم للتصوير اكتر، عشان بطلع اطبخ معاكم مش عارفه ايه كده، فمحتاجه حاجه بكم وفي نفس الوقت تكون مريحه وقطن، وفي نفس الوقت تكون حاجه بيتي، يعني مش هلبس لبس خروج وانا في المطبخ، عارفين الخنقه قوي يعني. بس انت بالنسبه لك في البيجامات اللي تجيبيها يعني ممكن تجيبي حاجه كت كب نص كم كم، غيري نوعي. اهم حاجه تركزي عليها غير الشكل والالوان والحاجات دي كلها، دي اذواق يعني، دي حاجات انا بالنسبه لي مثلا طقم اسود زي كده رغم ان هو اسود في اسود وبجامه يعجبني جدا جدا، ممكن حد تاني يكون لا بيميل اكتر للالوان الفاتحه وعايز يلبس حاجات فاتحه طول الوقت، تمام هتلاقي من ده وهتلاقي من ده، وهتلاقي كمان حاجات زي كده يعني مش شرط يكون الترنج كله نفس النقشة، لا ممكن تلاقي حاجة زي كده والبنطلون بتاع حاجة تانية خالص، كلهم بيبقوا اشيك من بعض وشكلهم بيبقى حلو جدا.
وانا من نوع عشان ببرد كمان يعني بتعمد ان اجيب حاجات ممكن اب كم او نص كم عشان جسمي بيبرد على طول. انما انت ممكن تجيب حاجات قط بقى براحتك، كب براحتك، اللي هي الحمالات براحتك عيشي. وزي ما قلت لكم اهم حاجه تركزي عليها هي الماتيريال. فده بالنسبه للبس البيت. مش هنتكلم بقى في حته اللانجري ومش عارفه ايه، بس هكلمكم في نقطه العدد، عشان في عرايس كتير بتجيب حاجات كتير قوي قوي قوي. يعني تجيب ايه؟ بالدسته بقى، دسته بيجامات. على فكره اولا موضتها بتقدم، دي حاجه. الحاجه الثانيه بصي، انت لما تيجي تجيب مثلا اربع اطقم، البسي في الاربعه او الخمسه اللي انت هتجيبيهم دول، ممكن الطقم تلبسيه يوم بعد التاني، ممكن مثلا كل اسبوع تلبسيه، بس ما ينفعش تجيبي 10 12 وتحرقيهم كلهم مره واحده. يعني انت قاعده في البيت كعروسه مثلا او كواحده متجوزه، هتغيري في ايه؟ يا اما هتغيري في الميك اب، يا اما هتغيري في ستايل شعرك، يا اما هتغيري في اللبس اللي انت لابساه. فانت لما تحرقي كل اللبس مره واحده يشوف عليكي كل اللبس، مش هيبقى منبهر بعد كده باي حاجه جديده. لكن لما يكون عندي خمسه سته ببدل فيهم، حتى ممكن تشيلي حاجات على جنب، دي برده ليكوا. ممكن تبقي جايبه حاجات وشيك جدا وتحفه وغاليه وجميله، ومدتها من الحاجات، في حاجات مدتها ما بتقدمش، بس بيحطهم على جنب. يعني بلاش من اولها كده تلبسي كل اللطقم اللي عندك بقى، اتفرج بقى عرض ازياء بقى للنهار طول الاسبوع، هتحرقي كل اللبس، فمش هيشوفي الجديده في اي حاجه. واحنا مش بنغير مثلا قصه شعرنا كل يوم، ومش بتعملي شعرك كل يوم مثلا بتفرديه او بتعمليه كارلي او الحاجات دي، مش كل يوم. في اكتر حاجه تغيري فيها هي اللبس، فبلاش ان انتوا تحرقوا كله مره واحده. فاهم حاجه تركزي عليها في لبس البيت ان هي تكون حاجات مريحه، وتاني حاجه ان هي تكون مختلفه. ما تجيبيش كل اللطقم بتاعتك بكم، يعني كل البيجامات الخمسه دول بكم، لان اوريدي عندي حاجات تانية كتير، وعندي بقى اللي هي الجلاليب بتاعت البيت ومش عارفه ايه، وعندي قمصان واللانجري ومش عارفه والكلام ده اللي احنا عارفينه. فانا اللي كان ناقصني ايه؟ الحاجات اللي هي بكم وجايباها كمان عشان التسويق، وفي نفس الوقت شكلها حلو، ولو بردت هي مناسبه جدا لشخصيتي، الجسم اللي بيبرد ده، فهستخدمها. فانت لما تيجي تجيبي ما تجيبيش كله بكم. وبعدين في حاجات كنت برضو فرجتكم عليها في فيديوهات قبل كده، كنت طالبه زي بيجامات من موقع شيئين، كان الطقم الواحد فيه 3 قطع، بنطلون ومعاه اللي هو التوب بقى، حمالات قط ايا كان ستايله ايه، ومعاه كمان اللي هو الروب تلبسيه في اي وقت. حاجات بصراحه في منتهى الشياكه، واهم حاجه فيها ان هي مريحه. والحاجه الثالثه برضو بالنسبه للعرايس، انا بلخص لكم كل اللي اتقال ده، يعني ان انت ما تحرقيش لبسك قدام جوزك كله مره واحده. ده غير ان في حاجات بتظهر اشيك واحلى، وتبقي محتاجه من فتره للتانيه تجيبي حاجه لنفسك، فاهمه؟ جايبه حاجه في البيت. فانت لما تقعدي تحطي كل الفلوس من اولها كده في البيجامات والحاجات دي، بعد كده هتقولي ايه؟ هجيب ليه؟ ما انا عندي لما اللي عندي يقدم. طب ما انت يعني ليه هتستني لما اللي عندك يقدم، لما في ايديك ان انت ما تكبريش الدنيا او تجيبي حاجات كتير قوي، ولما تظهر حاجات جديده وحاجه عجبتك يبقى في امكانيه ان انت تجيبيها. بالنسبه بقى للبنات الصغيره، القطعه اللي بكلمكم عنها اللي هتنقذك وهتنقذ لك اطقم كتير، هي الشميز الابيض او القميص الابيض. عشان سالت عليه ده جايباه منين، ده من ديفاكتو، وعايزه اقول لكم داخل في سنتين ولا وبر ولا لونه غير ولا اي حاجه. انا بلبسه يا دوب بحطه في الميه كده على ايدي، وحبه صابون اللي هو الجل اريال برسيل اي حاجه بلاقيها في وشي، حبة صغيرين كده، ويا دوب بشطفه وبنشره عشان ما يصفرش برده لو دخل الغساله كذا مره، ومجرد ما ينشف بشيله على طول عشان لونه برده ما يصفرش من الشمس بس، وعايش معايا وجميل. ده بقى هيحللك درسات كتير، حاجات كتير بنص كم نفسك تلبسيها، حاجات كتير كت، وفي نفس الوقت بيبقى شكله شيك جدا. فانا وريته لكم على 3 درسات، على الدرس اللي هو الاسود، وعلى الاصفر ده، وعلى الاصفر اللي هو التاني برده، واعتقد كده خلاص. كنت جايبه بقى القطعه دي عشان هفرجكم دلوقتي على درس زوزو سكر. انا اول مره اصلا اجرب حاجات الاطفال، وشكلي هجربها على طول. بصوا سكر فرحانه بيه جدا، بس انا عماله اخطفه من ايديها لحد ما اصور اولا، ثانيا عشان هي بتحب درسات جدا، فممكن اللي هو تبقى عايز تقعد بيه في البيت بقلب ميت عادي. حبيبتي ده الخروج، ما بتستوعبش الحته دي خالص. برده حاجه زي كده في منتهى الشياكه، بس هو للاسف المقاس ما ظبطش عليا. بس ده في اللبس تحفه وستايل، وهو طويل كده، فممكن تلبسي بقى من تحت بنطلون جينز، ممكن تلبسي دريس بيزك، وهتلبسي الشميز هيحللك حته الكم اللي هو التلتين ده، وفي نفس الوقت هيبقى شكله حلو جدا. يعني وانت لابساه هيبقى شكله حلو
جدا، بس للاسف المقاس طلع مش مظبوط عليا. عادي ان شاء الله هنخس، احنا ورانا ايه يعني الفتره دي بس كده تعدي. فقلت طب كويس ان انا جبت المقاس ده، لان لو قعدت اجيب في مقاسات كبيره هندم بقى على القطعه دي، ان انا يعني اصلا هي كلها كام شهر في فتره الحمل، فاهمه؟ فبرضه نصيحه للحمام، ما تقعديش تكتري في اللبس في فتره الحمل عشان ما تزعليش عليه. فانتي لو في الجامعه، لو في الشغل، لو عايزه لبس خروج، لو عايزه اي حاجه، لازم يكون عندك من القطع الاساسيه في دلابك ان يكون عندك توب او شميز او قميص او ايا كان اللي هو الستايل ده. وفي حاجات كمان بتبقى الاسوره بتاعتها هنا اشكال تانية احلى، بس عامه الشكل البيزك ده برضو حلو جدا، ده هينقذ معاكي اطقم كتير. ولازم يكون عندك ابيض واسود، دول اساسيين هيحلوا معاكي اطقم كتير. الدرس ده حلو قوي، بس غير ان هو شفاف 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 تماما، يعني انه القماشه بتاعته عارفين ما بتاخدش وتدي، يعني لازم تجيب المقاس ايه بالحنتوفه، لان لو جبتي اصغر شويه هيبقى ضيق، مش هيريح معاك خالص يعني. فهو القماش بتاعه قطن وحلو وجميل وشكله رقيق جدا في اللبس، بس لازم يكون مقاس مظبوط لانه مش هيريح، والقطن بتاعه مش داخل فيه لكرة. في برضو الدرس اللي هو الازرق ده، هو شكله يعني ايه، انا قلت شكله غريب وهيبقى مريح وبتاع وكده، بس هو شكله لا يعني مش اشيك حاجه، في حاجات اشيك كتير. هجرب برضو البسه واشوف في اللبس هيكون عامل ازاي، وهنزل لكم صور بمعظم يعني الحاجات دي على الانستجرام طبعا. تعالوا بقى روحوا هناك، هسيب لكم لينك الاكونت بتاعي تحت في اول تعليق مثبت، عشان تشوفوا الحاجات دي بقى بالتنسيقات بقى، وبعد ما نظبط ونلبس ونتشيك فهنجربه في اللبس، وهنشوف برضو هيكون شكله عامل ازاي، يمكن يطلع حلو يمكن يخيب ظن. بصوا بقى الدرس بتاع زوزو اللي كنت عايزه اقول لكم افرجكم عليه. يعني اولا قطن وشكله سكر وشكله كيوت، وكان سعره مناسب جدا، سعره كان حاجه بسيطه، وفي نفس الوقت فرحت بيه جدا جدا جدا. هي عمرها 3 سنين ونص، فجبت لها اللي هو مقاس 90، طبعا بتبصي برضو على المقاسات زيها زيك بالظبط، فطلع مناسب جدا، ده للموميز يعني. في بقى حاجه جبتها ما عجبتنيش خالص، وده كان اول مره يعني اجرب حاجه من موقع شي ان كده، هي وحاجه كمان هوريها لكم دلوقتي برضو عشان تاخدوا بالكم وانتوا بتطلبوا. الملايات، الملايه ملهاش اي علاقه بالقطن خالص، عارفين انتوا، حاسه ان هي قماشه مثلا ووتر بروف، حاجه كده ما بتسربش الميه، حاجه يعني خشنه. ممكن تقول الاشكال بتاعتها رقيقه وجميله وكل حاجه، بس دي ما يتنامش عليها، وطبعا مش هتترمي، تترمي ليه يعني، خساره. وظبطت وجبت المقاس بتاع السرير وكل حاجه، جايه اولا من غير اكياس مخدات، دي حاجه، غير ان القماشه دي فعلا ما يتنامش عليها يعني. فهنعمل فيها ايه بقى، احطها في الاوضه اللي هي الليفنج روم اللي احنا بنقعد فيها، عندنا كده الركنه اللي هي اللي عند الناس كلها دي، نفضل قاعدين فيها بقى، وبتتبهدل بقى وبتتبقع، وبناكل وبنشرب وبنقزقز عليها حياتنا كلها. فقلت خلاص ابقى افرشها عليها. الحاجه الثانيه اللي ما عجبتنيش خالص خالص، وهي الشنطه دي. انا عامه ما بحبش الشنط الصغيره خالص خالص، انا بحب الشنط الكبيره، بس دي اوقات بتنفع ايه في سيشن، في حاجه كده ممكن يعني تنفع في التصوير. فجبتها اولا هي سوسته واحده بس صغيره كده، فعشان تدخلي ايدك فيها هتتجرح، هتتجرح من السوسته من ناحيتين. غير انا ما بحبش حاجات الخوص، بس قلت خليني طب اجرب كده. جايه بقى عارفين مليانه بقى ديفوهات، يعني هي حتى مش مهتمين بيها لدرجه انه حاطينها في البوكس. عاده لو شنطه او شوز بيبقوا حاطينها في بوكس لوحديها جوه البوكس الاساسي اللي موجود فيه بقيه الحاجات، دي حاطينها كده وسط اللبس، فاللي هي عماله تتن بقى، اتنت اساسا مش عارفه افردها. غير ان تفاصيلها بقى عارفين شققت، يعني بايظه من قبل حتى ما تتلبس. انا اصلا ما بحبش الحاجات اللي هي الخوص دي، حتى التقفيل بتاعها مش حلو خالص خالص، فما عجبتنيش هي. اي نعم كان سعرها بسيط، بس برضو ليه يعني، قلت هيبقى شكلها حلو وستايل وهتليق بقى وانا بتصور او حاجه، بس لا ما عجبتنيش. بس كده دي كانت كل الحاجات اللي انا جبتها من موقع شي ان. دي كانت الحاجه اللي انا عايزه اقولها للعرايس. انا عاده ببقى مركزه قوي في فيديوهات العرايس ان هي تكون فيديو ايه، الفيديو مكثف وفي حاجات كتير ونصايح كتير، بس قلت المره دي حسيت اللبس مش لايق عليا قوي ومش عارفه البس، وبعدين قعدت البس كل لطقم دي انتوا متخيلين، وممكن ما عرضش منها اي حاجه. يعني انا لسه هبص كده في المونتاج بتاع الفيديو هشوف شكلي مؤهل كده على الكاميرا ان انتوا تشوفوني ولابسه الحاجات دي، ولا هتبقى شكلها مش حلو عليا.
فقلت طب خلاص، طب ليه انا مطلعش اكلم العرايس بقى، حتى لو حاجة خفيفة كده ياخدوا بالهم منها يعني وانتي بتجهزي، عشان ما تجيبيش بس لبس كتير على الفاضي. فيا رب يكون فيديو النهارده عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حاجه جديده، وما تنسوش تقولوا لي حابين تشوفوا ايه في الفيديوهات الجديده ان شاء الله. هسيب لكم دلوقتي الكود اللي هيظهر دلوقتي على الشاشه ده، لو استخدمتوه لما تنزلوا الابلكيشن على الموبايل، الابلكيشن بتاع شي ان ده، هيديكوا خصم على اي حاجه هتختاروها من الموقع. قصه الجمارك اتكلمنا فيها، المقاسات، ازاي تعملي سيرش على اي موقع اصلا على النت عشان تختاري منه اكتر حاجات تليق عليكي وتكون مناسبه ليكي، اتكلمنا في كل الحاجات دي، هتلاقوها في نفس البلاي ليست اللي انا هضيف عليها الفيديو ده. اقعدوا بقى اتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، هتلاقونا خلصنا حاجات كتير، بس انا النهارده حبيت اتكلم معاكم في الحاجات الجديده اللي جبتها من موقع شيان. ده كان فيديو النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.